يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الأفضل، الصف الأول ولو كان في أقصى اليسار أم الصف الثاني الذي يلي الإمام ويكون قريبا منه؟ القرب من الإمام أفضل من الميمنة مع البعد عن الإمام، لأنهم يقولون إن الفضيلة إذا رجعت، الفضيلة التي ترجع إلى ذات العبادة تقدم على الفضيلة التي ترجع إلى مكانها. ومثلوا بالطواف، الطواف قرب البيت هذا أفضل، والطواف في آخر الناس بعيدا عن البيت هذا مفضول، ولكن إذا كان فيه زحام فالطواف بعيدا عن في أقصى المطاف أفضل من الطواف قريبا من البيت مع الزحمة، لأن هذا يشق. كذلك الصف، إذا كان ميمنة الإمام، إذا كان ميمنة الصف تبعدك عن الإمام فميسرته مع القرب من الإمام أفضل. نعم.